عندي غير الزيتون. كل نهار الاولاد ايام بلتقى خبز ايام ما في، او بيطلبوا بدنا ناكل بدنا نشرب، شو بدي احط لكم يا ماما؟ ما في شيء. يعني شو بدي احط لكم؟ شو بدي البسهم؟ ما عاد في عندهم لباس، ما في مصاري، ما في شيء. يعني بدنا نجيب مدار، نجيب شيء نغسل فيه. ايام مقطوعين من كل شيء، يعني من كل شيء مقطوعين، ما في شيء، ما في فطور اليوم خالص. والولاد السعريق بطمن والله، ما في لا مصاري ولا في شيء، ولا لا في توجد مصاري. يعني بتجيب الواحد ربطة خبز بسكت الولاد.